تحيه للاعبي فريق المغرب الفاسي، اللاعبين اللي ابلوا البلاء الحسن الموسم الماضي، ثلاث مواسم في ولايه مروان بناني، وجميع اعضاء المكتب وجميع المكونات، خصوصا الجمهور المريق المغرب الرياضي الفاسي اللي كان السند الاول. اولا كنرحبوا باللاعبين الجدد، لاعب خالد كركيش، ثقة على من الجمهور الكريم الحبيب الغالي متبع الماس، خالد كركيش ستيوت. الجديد اللاعب الثالث إلياس المحاب، اللاعب إلياس المحاب. اللاعب والآن جاء وقت تقديم المدرب الجديد، مدرب من مدينة فاس، ترعرع مدرسة فريق المغرب الفاسي، تألق في البطولة الأوروبية وحقق إنجاز تاريخي مع فريق المغرب الفاسي، الثلاثية التاريخية طريق السكيتيوي. I'm